আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজ বৃহস্পতিবার 15 সেপ্টেম্বর। তো আজ আমি কারবালার উদ্দেশ্যে জিয়ারত যাইতেছি। তো আমার সহসঙ্গী হিসেবে ছিল আমাদের মিস্টার নোয়াখালী। আমি ওমর ফারুক সোহাগ, কেমন আছেন আপনারা? আমরা দুই বেরা ওনা দিতেছি আজকে। প্রথম নাগাদ যাবো, তারপর কারবালা যাবো। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। মাত্র আমরা কারবালা এসে পড়ছি আল্লাহর রহমতে। والمهدي تصدق باسمكم نيته دفع البلاء، كل خطوة وياكم مشى وكل فكرة يمكم، حتى بصلاة الليل أظن يذكر اسمكم، كل خطوة وياكم مشى وكل فكرة يمكم، حتى بصلاة الليل أظن يذكر اسمكم، عين على ممشاكم، عين الله تراكم، عين الله تراكم يا زوار، عين الله تراكم يا زوار. الحسين اقدس عشيق، خلى صيتي معروف وهو دربي ومسلكي، وعنا لا ما الحروف، كنت انا بوسط المهد غير ما اعرف احد، وكنت انا بوسط المهد غير ما اعرف احد، كنت احس بدموع امي امي اذا تبكي باسى، واختلط دمه في دمي دمي وعقلي ما نسى، كنت اشوف قصتي واجمل رواياتي، كنت احقق بالحسين طامطا. আমরা এখন বর্তমানে ইমাম হাফাজ রাদিয়াল্লাহু আনহু মাজার শরীফের ভিতরে।
اقدر امسك. سو یزید و یک لشگر شمر لنی رمادا که شوی جدا از حسین به هوای گند و مره مبادا لاله سر عاشقان برود لبایی که یا حسین لبایی که یا عباس ابن علی عشق و آزادگی نفش پرچمه قرق خون کرب و بلات غیرت و عزت جان شیعه از کربلای خون خدا عشق و آزادگی نفش پرچمه قرق خون کرب و بلات غیرت و عزت جان شیعه از کربلای خون خداست هر که شد غلام حسین بیقرار نام حسین می شود اسیر فضائل و تشنه مرام حسین می شود اسیر که یا حسین بعدك والله حيرة لو ودان سيرة ما ترحم يا ابو فاضل ترى النظرة الأخيرة يا زادارو زهرك بيارو تمكو شهيد كربلا لي بكارا كارو ما تمكرو شاهد كربو بلاكا کل ہونا ہو کیا پتہ زندگی کا سلام زہرا کے ماہ پارو سلام حیدر کے چاند تارو سلام زہرا کے ماہ پارو سلام حیدر کے چاند تارو نیزا سوارو اے جانی سارو ہمارا کرو ماتا
ختم کر دو ساری فوجے خدا کا, کل ہونا وہ کیا پتا زندگی کا کرو ختم.